تستمر الأكاديمية الوطنية للتدريب لليوم الثاني على التوالي في استقبال المتقدمات لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات، والذي يهدف لإعداد المصريات في المواقع التنفيذية المختلفة. بلغ عدد المتقدمات للبرنامج 360 متقدمة خلال 3 أيام، ويشارك في لجنة التقييم وزراء معنيون وخبراء مصريون وأجانب. لقد ركزنا خلال المقابلات على من عندهم فهم لمهاراتهم القيادية ومن عندهم الرغبة للوصول لمناصب قيادية، وكان هناك مرشحات من خلفيات ورؤى مختلفة حول ما يرغبن أن يفعلوه كقيادات نسائية. وجزء من فهمهن لمهارتهن هي معرفة ما يملكونه وكيفية استخدامه، خصوصاً العمل وسط فريق. وكنا نبحث أيضاً عن آليات التنفيذ العملي على أرض الواقع لهذه الأحلام أو الرؤى، وتحديداً ما تعلموه من التدريب. أعتقد أن من التقيت بهن اليوم من السيدات كنا طموحات جداً، وقد عبرنا عن أنفسهن بطريقة جيدة جداً. وأعتقد أن البرنامج هام جداً لأنه يؤهلهن لخدمة المجتمع ولمشاركة خبرتهن في الحياة العملية، وكل ذلك ليس فقط لتحسين معيشة وظروف المرأة لكن المجتمع بأسره والبلاد. شرف لي اليوم المشاركة في مقابلات الأكاديمية الخاصة ببرنامج المرأة تقود التنفيذيات، ولقد قابلت مرشحات هذا الصباح وهن مليئات بالطاقة والشغف للعمل في المجتمع. ورأينا اليوم مرشحات تتسمن بالقوة مستعدات للتدريب، وأعرف من لقائي معهن أنهن سيصبحن سيدات مؤثرات للغاية في المستقبل، وسيساهمن في بناء مستقبلهن ومستقبل بلدهن نحو التنمية ومستقبل مستدام. كان نفسنا يكون في حاجة زي كده، التأهيل والإعداد القيادات اللي مستويات إدارية ومستويات قيادية. ده موضوع ما بيجيش بالتأهيل العادي. الأكاديمية هنا بتلعب دور مهم جدا في تطوير موارد بشرية للمناصب القيادية العليا، وده الحقيقة احنا كنا من زمان محتاجينه، ما كانش الكلام ده موجود إطلاقا في مصر. وأنا بعتبر الأكاديمية هي أحد أهم المشروعات التنموية اللي تقوم بها الدولة. الدور اللي بتقوم به الأكاديمية بصراحة دور رائع جدا. أنا أسفة أن أنا كنت أغفل عنه، بس هو دور رائع جدا. التدريبات اللي هي بتقوم بها وكل المتقدمات أنا شايفة فعلا أن هم نواة كويسة جدا للإدارة. المرأة بطبيعتها رائدة، المرأة بتقدر تقود في بيتها، تقود في عملها، بتقود في أي مكان هي فيه. بصراحة البرنامج كان عظيم جدا، المحاور بتاعته كانت مختلفة جدا، احنا تعلمنا حاجات كتير قوي، تعلمنا حاجات كتير عن الثقافة المصرية، تعلمنا ازاي نسوق لبلدنا في الخارج، تعلمنا ليدرشيب، مهارات قيادية، تعلمنا مهارات التحدث أمام الجمهور، وتعلمنا ريسك مانجمنت، تعلمنا حقيقي محاور كتيرة جدا. بصراحة بقى عندي قدرة على معرفة حاجات كتيرة جدا في مصر وإجابات كتيرة جدا أقدر أجاوب عليها للناس برا مصر. تعلمت حاجات كتيرة عن الاستثمار وعن الاقتصاد، تعلمت حاجات عن المانجمنت، تعلمت حاجات عن القانون، فالموضوع فرق معايا جدا بشكل شخصي وفرق معايا جدا في شغلي. البرنامج أنا خرجت منه بحاجات كتيرة جدا فيما يخص بالذات كمان مجال عملي، أنا ببدأ أعمل شغلي الخاص، فكل ما يخص البروجكت مانجمنت مثلا، كل المهارات، في مهارات كتير قياديه اتعلمتها. ده على المستوى العلمي للبرنامج كان حقيقي مليان بافكار ومعلومات رائعه كتير جدا. اللي خرجت مني برضو من البرنامج، ودي اهم حاجه، ان انا دلوقتي اعتبر بمثل سفيره، بمثل بلدي في الخارج، واي سؤال بتساله عن بلدي اقدر اجاوب عليه باحترافيه، وفي نفس الوقت يعني ما بمعلومات انا واثقه منها مش معلومات مغلوطة.